يعني بهذاك المكان اللي كانوا كيعطيوه داك الشيء ضروا فيه. ونقول لكم انا السياسه ديال البلاد ديالي كنحاول نفهمها، لان هي في الحقيقه ماشي سهله، دراسه السياسه واش من سياسه، وما تتعرفش حتى شكون اللي مورا داك الشيء. الى حد الان انا مازال ما عرفتش شكون اللي كان مورا الحمله الاولى ديال 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 المقاطعه. باقي كنتسائل. وقلت ديك الساعات فاش يلاه بدا داك الشيء، قلت كنتفهم ان الناس يقاطعوا بعض المؤسسات التجاريه، بعض المؤسسات ما كنفهمش، ماشي ديال اخنوش كنت فهمتها. وحتى ولا السيد حسب العلم ديالي تفكر في مهاجره الوطن، او على الاقل يروج هذا الكلام حوله. ثم بين عشيه وضحاها كل شيء ناض كيطبل ويزيط، فهمتيني ولا لا، باش يكون هو رئيس الحكومه وتكون عنده الاغلبيه. وغير عاوتاني دازت ما كملش الشهر، شنو كاين؟ قلت لكم عافاكم الاخوان، بردوا شويه خليونا نفهموا شنو وقع، لانه مهم. الا غتمشي الا غدير السياسه ما يمكنش غير تجي وتلاح، خاصك تفهم شنو وقع. ولا ادعي انني قد فهمت الى حد الان، ولكن بدات بعض الخيوط تتضح. وسمحوا لي نقول لكم مرة أخرى، رغم كل شيء، هذا الشيء اللي بيننا وبين السي عز أخنوش هو اللي دار البلوكاج. قبل من البلوكاج مع الأسف دار مع أبو سعيد ذاك اللعيبة ديال صندوق التضامن الفلاح، اللي ما كان عنده تام مبرر باش يديرها، لأنه أنا كنت جال عندي كرئيس ديال الحكومة كنت غنوقع له في هذاك الصندوق. كان يحظى بثقتي وتقديري، وما زلت أقدر أدواره الإيجابية اللي قام بها في الحكومة، لا معايا ولا قبل مني، فهمتيني ولا لا. ولكن اللوكاج هو اللي كان أصعب شيء اللي عمل بالنسبة للبلاد، وراه باقي ما دازتش العواقب ديالو كلها، لأنه باقي ما لقيناش الاستقرار اللي كان ممكن يوقع لو كان بقات الأمور عادية، حتى نمشيو على خاطرنا في ظروف عادية. عاوتاني كنشوف نفس الناس ناضلوا، نفس الصحافة التي لا مصداقية لها، صحافة الكذابين، لا هذيك اللي ذكرت قبيلة بلا ما نعاود نلوتو اللسان ديالنا واحد جوج ديال الجرائد اخرى ولا ثلاثه راكم تتعرفوهم، كيظهر قال لك عندهم مصادر خاصه، ما عرفت واش من داخلنا ولا من خارجنا. انتوا لا تعطيهم الاخبار ديالنا، انا باش نعرف الاخبار ديالي كنمشي نقرا تما.